السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رد الكاف ورد الكاف والاتحاد المغربي في قضية قمصان نهضة بركان. هذه هي شاهدنا وين دفعت يعني الكاف عن نفسها أمام محكمة التحكيم الرياضية بلوزان في قضية التي رفعتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بشأن تمكين نادي نهضة بركان المغربي وضع الخارطة ومحاولة اللعب بها أمام اتحاد الجزائر في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف. شو جماعة، احنا رانا نقولوا خبر ليس بزاف، ناس يعاير، واحد يعاير منا وواحد يعاير من واحد، كل واحد حنا نقولوا الخبر. انا راني يوتيوبر، عندي قناة، على بالكم بلي نقولوا الخبر. شت انا اليوم درت تريكو تاع الرجاء، شحال من واحد راك انت يا تبغي المغرب وانت تبغي الرجاء. يا ودي انا قلت لكم انا الناس يعرفوني، ماشي غير من اليوم، يا ماشي غير من اليوم اسي محمد. عاود ولوا لي فيديو تاعنا راجع ميلعب امام بايرن ميونخ، درت اللايف تاعها قاشتي لا ولا نبغي الراجع تلعب الريال مع البارسا وتلعب الراجع مع الوداد، نفرج الراجع كاين اللي داير. واحد يقول لك لا هذاك تريكو يعني تاع منا. يا ودي كاين اللي داير تريكو تاع البارسا فيه الكرواسي محمد، كاين اللي داير تريكو تاع انجليز فيه الكروا. يا ودي انا الشيطان، خلينا رانا نهضروا في البوله الله يرحم الشوابي. نبغي الراجع، داير تريكو تاع الراجع وصاييك، نبقى سيبورتير تاع الراجع. هذه هي خويا. على ذلك نهضروا، حنا نهضروا في كره القدم. انا ننقل الخبر برك، والله لا ننقل الخبر، يعني جاء منا طاف معلومة نقولوها. عندنا هواية بصح ما سبتها واحد، نتحدى واحد يقول لي سبيت بلادك ولا سبيت بلاد الناس، ما نسبش. نبغي كرة قدم، عندنا هواية ننقلو خبر. أنا نبدا كي نقول كل دولة عندها سيادة تاعها، كاين ناس سياسيين، كلش الحوار تكتيكي سياسي ما يعلمو غير الله. ما يعلمه مواطن مغربي ما يعلمه مواطن جزائري، حوار تكتيكي سياسي ما يعلمه الا الله. هذه والقضية تاع كرة القدم، احنا هنا في الجزائر ناس اللي حطموا يعني من 2017 حطموا كلش في كرة القدم. هذه هي ناس حطمت هنا اخويا، ايش انا تجي تهدر لي منا ولا مليها اخويا. سليم القضية دي واحد لازم تهضر، لازم نهضروا الحقيقة، والحقيقة مرة. شوف كيفاش الحقيقة، كي دايرة حقيقة مرة خويا. كيما قالوا المرقة، قالوا المرأة هذا خصب، قالوا المرقة قالوا حارة، الحقيقة صعيبة، وشكون اللي يتقبلها وشكون اللي ناصرك على الحقيقة، ينصرك باللي تقول انت الحقيقة، شكون ينصرك؟ صعيبة شوية. أكتو قلنا الحقيقة ويردونا أعداء، ردونا خوانا، ردونا قلنا باللي الماتش ما يتعاودش، ردونا أعداء خوانا يعني عمالة مرتزقة مكاش. هذه هي خويا، هذه هي. نعاودو نولو نتكلمو قبل انقضاء مهلة الطاس يوم 3 ماي 2024، جاء الرد الكاف على مراسلة المتعلقة بتحديد موقف، وقد ارتكز على إلغاء الطابع الاستعجالي للقضية بحجة الهيئة الكروية القارية للوقت التحضير يعني للدفاع عن نفسها، وأمام مطلب الفاف المقدم للطاس بتعيين قاضي وحيد لدراسة القضية فإن الكاف اعترضت على ذلك واستعملت حقها في تنصيب 3 قضايا قضاة، مما يجعل الطاس أمام هذا الاختلاف مجبر على الاعتماد تشكيلة من 3
قضاة على أن يكون من حق أي طرف الاعتراض على الاثنين منهما والمطالبة بتغييرها. أما الاتحاد يعني أما الاتحادية المغربية لكرة القدم فلم تجد سبل في ردها على مراسلة الطاس لا سوى يعني من في قضية بالقول أن القضية لا تخصها بأن فريقها نهضة بركان قد تأهل للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية. شوف كيفاش قال لك احنا ما عندنا حتى دخل. سبحان الله يقول لك احنا ما عندنا حتى دخل. قال لك احنا ما عندنا احنا تأهلنا صحيح سيبو. وأما محاولة الكاف يعني لربح الوقت يعني وأما في محاولة الكاف ربح الوقت وتأجيل الفصل في القضية وقرار من قررت هيئته غير القانونية بالترخيص لنادي بركان يعني من اللاعبين أمام محاولة الاتحاد المغربي يعني من خاصة من الكاف والتنصل من مسؤولية الداعية فإن موقف الفاف سيكون أقوى أمام يعني الكاف والاتحادية من ست يعني السند القانوني حين يتم إحالة الملف على القضاة الثلاثة للطاس. قارعوا ونشوفوا. كما أن هذا الرد من سطحي سيدعم أكثر حظوظ الاتحاد الجزائري في قضيته والتي سيرفعها بدوره ضد الكاف على مستوى الطاس بلوزان حين يطلب بأحقيته في تنشيط النهائي كأس الكاف لعدم وجود ضرب قاهر في غياب نهضة بركان عن مباراة الذهاب بالجزائر. وسيطلب الاتحاد الجزائري من الطاس بعد إيداع شكاويه يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء على أقصى تقدير الطبع الاستعجالي والتجميد برمجة النهائي كأس الكاف حتى لا يضع حق لا يضيع حقه في تنشيط النهائي أمام الزمالك المصري. شوف كيفاش على بالك ضروك مشكلة اللي تلعبت وديتها وتديها الزمالك. يا اخويا ما تخليش ما تخليهاش يعني اللي كيما يقول لك قول معايا يا ربي كيفاش ما تخليش دروك الى دروك قلت لك الاهلي الزمالك الى دا لاكوب غادي ما غادي يقول لك انا كيفاش نعاود نلعب يقول لك انا كيفاش نعاود نلعب انا لعبت وديتها راك تشوف كيفاش خاش مي تبقى تشوف الزمالك ونهضة بركان. نهضة بركان ماهوش داك النادي اللي يوقف يعني يوقف يعني مانيش نحتقر في نادي بركان. انا نهضرو كمشاهدتي للمباريات تاعنا يعني الكاردو فينال امام نادي تاع ليبيا يعني ما كانش يعني ربح بصعوبة كبيرة. مانيش نقولو بلي حقرو ولا دارو ولا لا لعبوا وربحوا بصعوبة كبيرة. على ذلك لو كان الزمالك يدي لاكوب الزمالك يقبل لك يقول لك نلعب انا ما يقبل لكش هل يقبل لا نعرف ما كاش لا عارف شكاين هذه لي شويه الله بنادم ما راش عارف وين غادي توصل غادي تروح قضية صعيبة شوية صعيبة شوية على الله نشوفوا نقارعوا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاعنا ولي مشي ابوني معنا ان شاء الله ودائما معاكم بجديد وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.